المهم في جولة سريعة على المنابر الإعلامية المحسوبة على الإخوان المسلمين تجد أن هنالك تأييدا كبيرا للمعسكر الغربي ولأوكرانيا ضد بلد مثل روسيا، وهذا يشي بالدرجة الأولى كم أن الإخوان علاقاتهم وطيدة مع الدول الغربية وتحديدا أمريكا وبريطانيا، وهذا يتناقض مع ادعاء الإنسانية في حال تمت مراجعة ما اقترفته الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا بحق شعوب العالم وفقا لكتاب ويليام بلوم. وفعليا يسرد الكتاب عشرات الوقائع والحقائق وتفاصيل كثيرة مثيرة. هذه الجماعة لم تتعلم الدرس منذ عام 2011 وحتى عام 2022، وفعليا اعترفت هيلاري كلينتون قبل أيام في لقاء صحفي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت فعليا في موضوع دعم الإخوان المسلمين، وأنها شنت حملات إلكترونية بهذا المجال من خلال اختراق مواقع أو من خلال الترويج الاعتيادي، ونصحت الإدارة الأمريكية الحالية بأن تكرر التجربة في موضوع روسيا وأوكرانيا. والمبنى الذي حضرت